عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس تعليم اللغة المصرية القديمة بالتعاون مع قناة منية السمنودي وقناة السياحة والآثار. معاكم دكتور نورة محمد. انتهينا في المستوى اللي فات والحلقة الأخيرة من المستوى اللي فات بالجملة الاسمية وتركيبتها والحالات بتاعتها. هنبتدي دلوقتي في الجملة الفعلية، وزي ما احنا اتفقنا ان القواعد في اللغة المصرية القديمة هي شبيهة بقواعد اللغة العربية. الجملة الفعلية عندي بتتكون من فعل مفعول، سوري، فعل وفاعل ومفعول. الفعل ممكن يكون مضارع، ممكن يكون ماضي، ممكن يكون مستقبل، ممكن يكون أمر. دي الحالات بتاعت الفعل عندنا في العربي. الفاعل ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير. الفعل ممكن يكون لازم لا يحتاج إلى مفعول، أو متعدي يحتاج إلى مفعول أو اتنين. نفس الحالات دي هي الحالات بتاعتنا في الجملة الفعلية في اللغة المصرية القديمة. يعني الجملة عندي أو الفعل عندي ممكن يكون فعل مضارع، وممكن يكون فعل ماضي، وممكن يكون في زمن المستقبل، وفي عندي فعل أمر. الفاعل ممكن يكون اسم أو ضمير. يعني مثلا لو هقول الجملة دي يرسل الأب الابن إلى المدينة، فين الفعل؟ يرسل في زمن إيه؟ في زمن الحاضر. مين اللي يرسل؟ الأب. يرسل مين؟ الابن. يبقى الأب هنا هو الفاعل والابن هنا هو المفعول. يوديه فين أو يرسله فين؟ إلى المدينة. طب لو إحنا دلوقتي عايزين نحول الجملة دي ليه؟ هيروغليفي، هنترجمها زي ما هي كده ترجمة حرفية. يرسل هتبقى أب، هذه ال وادي الألف، وادي ال ب، ويرسل حاجة فيها حركة يبقى أحط الرجلين. الأب اللي هي كلمة إيت، ادي ايت، وادي الاف. الاف هنا مخصص وليس علامة صوتية، هي نطقها ايت وليس ايتف، وعرفنا ده من النطق القبطي بتاعها ان مفيش حرف الف. ايت اللي هي الاب، الابن اللي هي صا، وهنحط برضو الراجل، وده هيمرنا شوية كمان على العلامات الثنائية والثلاثية. إلى المدينة، إلى قلنا حرف الجر اللي هو الميم، والمدينة اللي هي نيوت أهي، وادي الت، وادي الشرطة الرأسية. يبقى هاب إيت صا إم نيوت. لمتابعينا من الطلبة اللي بيدرسوا هيروغليفي قواعد وإعراب، طبعا أنا دلوقتي هعمل لها الترانسليتريشن بتاعها اللي هو الترجمة الصوتية بتاعتها. هاب إيت صا آر نيوت، تمام. دي كده الإعراب بتاعها يبقى إيه؟ هاب هي جملة فعلية أو verbal sentence. الإعراب بتاعها هيبقى هاب إيت، هاب إيت ده فعل وفاعل. عشان نعرف الفعل والفاعل، أو العلماء اللي وضعوا الاستخلاص للقواعد من النصوص وكده، حبينا ان احنا زي ما احنا عندنا اي حدث في اللغه العربيه هو اسمه فعل، واي قائم في الحدث هو فاعل. الوزن بتاع اي حدث هو كلمه فعل، والوزن بتاع اي قائم بالفعل ده هو كلمه فاعل. فالعلماء قالوا احنا عايزين وزن، الوزن ده نقدر نقيم عليه او نقول ان اي حدث في اللغه المصريه القديمه هو ده الوزن بتاعه. فاختاروا ايه؟ لازم الوزن ده يكون فعل او كلمه جامده ما فيهاش اي حروف متحوله، اي حروف لينه ممكن تحذف ممكن تعمل، لازم يكون حروفه ساكنه كلها. فاختاروا كلمه سجم
للدلالة على أي حدث. يعني هوب إعرابه إيه؟ سجم. وزنه إيه؟ سجم. رخ يعرف وزنه إيه؟ سجم. ها ينزل وزنه إيه؟ سجم. جا يعبر وزنه إيه؟ سجم. وأي فاعل هيبقى إف. يبقى هاف إيت إعرابه سجم إف. يعني إيه إعرابه سجم إف؟ يعني فعل وفاعل في زمن المضارع. يبقى أي فعل وزنه هيبقى في اللغة المصرية في الإعراب بتاعه يبقى إيه؟ سجم. وأي فاعل هيبقى الوزن بتاعه هو إيه؟ الإف. طب صا إعرابها إيه؟ صا هيبقى مفعول. هو مين اللي يرسل مين؟ يرسل الأب الابن. يبقى كلمة صا يبقى كلمة صا صا هي object أو مفعول. تمام. ار نيود ده جار ومجرور. طيب يبقى انا دلوقتي الجمله اللي قدامي دي جمله فعليه في زمن المضارع. طب لو عايزه اخليها ارسل الاب الابن الى المدينه، هو ايه اللي حصل في الفعل هنا؟ الفعل حصل، حصل. يبقى التغيير لازم يحصل على الايه؟ على الفعل. طب الفعل اللي حصل يبقى التغيير هيبقى بعد الفعل عشان يقول لي ان الفعل عدى. تمام. فايه بقى الاضافه اللي هتبقى للفعل؟ هيتضاف بعد الفعل وقبل الفاعل حرف الان. بعد الفعل وقبل الفاعل، يعني الان هنا هتبقى ما بين الفعل وما بين الفاعل، فهتبقى ازاي؟ هاف ان ايت. واكمل بقيه الجمله. التغيير هنا حصل فين؟ حصل بعد الفعل بكل المكونات بتاعته. حصل بعد الايه؟ بعد الفعل بكل المكونات بتاعته. هاب ان ايت خليته بدل ما يرسل الاب ارسل الاب. طيب الاعراب هنا هيبقى ايه؟ الاعراب هنا هيبقى هاب ان ايت سوري هاب ان ايت هيبقى اعرابها ايه؟ سجم ان اف. سجم ان اف. ليه سجم ان اف؟ عشان خاطر هو هنا هيقول لك هو زي ما هو الفعل وزنه سجم، ولكن في اضافه جت بعده اللي هو حرف الان، وبعد كده جه الفاعل. يبقى هاب ان ايت سا ام نيوت، يبقى كده ارسل الاب الابن الى المدينه. يبقى الفرق ما بين المضارع والماضي في اللغه المصريه القديمه، المضارع هيبقى الفعل وراه الفعل عادي، الماضي هيبقى الفعل وراه حرف الان. ندي مثال اخر. يشرب يشرق رع في الأفق. أشرق رع في الأفق. إيه الفرق ما بين الجملتين؟ الجملة الأولانية دي جملة فعلية في زمن المضارع، الجملة الثانية جملة فعلية بس في زمن الإيه؟ الماضي. الجملة الفعلية الأولانية وبن هنكتب حرف الواو عادي وراء حرف الب. تمام. وراها حرف النون، وراها المخصص بتاع الأشعة، الشمس اللي طالعة بالأشعة بتاعتها عشان ده يشرق. ورع ممكن نكتبها بالمخصص على طول توفيرا للوقت، في اللي هو حرف الجر الإم، والأفق اللي هي الآخت اللي هي الشمس اللي طالعة ما بين الجبلين. فهيبقى كده إيه؟ وبن را ام اخت.
دي عبارة عن إيه؟ فيربيال سنتمز أو جملة فعلية، وبنراعي إعرابها إيه؟ وبن راع اعرابها ايه؟ ده وزن فعل وفاعل، يبقى السجم اف. ام ده حرف جر، اخت ده اسم مجرور، فام اخت ده هنقول عليها جملة ظرفية، جملة ظرفية عشان ما حدش يقول لي خبر ظرف. جملة هنقول عليها adverbial sentence. طبعا ده للناس اللي بتدرس اعراب في الكليه، او جمله ظرفيه. لكن انت لو انت بس هدفك متابعه الكورس عشان خاطر تتعلم تقرا النصوص، فانت هنا بتعرف القواعد عشان لما تيجي تترجم تترجم ترجمه صحيحه، وتعرف امتى تكون ترجمه الكلمه دي ترجمه فعل وامتى تكون ترجمه اسم. طيب هنا هنقول ايه؟ ويبن أشرق، ويبن هحطها كده زي ما هي، ماشي؟ تفتكروا كده صح؟ لا، ده ماضي، يعني ايه المفروض ان تبقى ويبن ان راع، ويبن ان راع، ام اخت، تمام؟ طب هل ينفع احط الان دي هنا؟ ما هي محطوطه اهي. لا، الان دي جايالي قبل مخصص فعل يشرق عشان تقول لي ان دي مكونات كلمه يشرق او الفعل يشرق. فانا لو حطيت الان هنا تاني يبقى انا كده المفروض ان انا هنطق الكلمه وبنن، يعني هي كده هتبقى من مكونات الكلمه، لان المخصص زي ما اتفقنا بيجي بعد نهايه مكونات الكلمه. لكن الان كماضي هتجيلي بعد الفعل بكل مكوناته، حروف، مخصصات، علامات ثنائيه، تنتهي الكلمه خالص ويجي بعد كده ايه؟ الان كمخصص. يبقى انا دلوقتي دي النطق بتاعها يبقى ايه؟ ويبن ان را، تمام، ام اخر. طب ليه حضرتك بتحطي الدوت او النقطه دي ما بين الفعل وما بين الفاعل، او يعني بتحطيه قبل النون الماضي؟ عشان حضرتك ده حرف، لو انا شلت النقطه دي وزنقت النون دي مع دي انت هتفتكر ان هي من مكونات الكلمه، فهي دي بس للايضاح. ويبن ان راع ام اخر، وهنقول ان هي هنا ويبن ان راع، دي اعرابها ايه؟ سجم ان اف، او فعل وفاعل في زمن الماضي. ام اخر زي ما قلنا هتبقى جمله ظرفيه زي ما هي، عادي جدا. يبقى فعل وفاعل ورا بعض دي كده زمن مضارع، فعل وان وفعل ده كده في زمن الايه؟ الماضي، تمام؟ تمام. طيب الزمن المستقبل بقى عايزه اقول سيشرق، سيشرق راع في الافق. احنا عندنا في العربي بنقول سا، او في العاميه بنقول ها، هعمل، هروح، هاجي، سوف اعمل، سوف اصنع، سوف اكل. فالاداه بتيجي قبل الايه؟ قبل الفعل. يبقى انا عندي برضو في الفعل في زمن المستقبل الاداه برضو هتيجي قبل الفعل. ايه هي بقى الاداه دي؟ الاداه دي اللي هي ايخ، ايخ، واجيب بقيه الجمله عادي. ايخ وبن راع ام اخت، سوف يشرق راع في الأفق. إيخ هاب إيت صا، سوف يرسل الأب الابن، تمام؟ طب دي هيبقى إعرابها إيه بقى؟ هيبقى إيخ سجم إف، إيخ سجم إف. يبقى أنا دلوقتي إيخ، نكتب الكلمة إيخ، إيخ وبن راع إم آخر، اعرابها ايه؟ ايخ وبن را، هيبقى الزمن بتاعها ايخ سجم اف، تمام؟ يعني ايه ايخ سجم اف؟ يعني جملة فعلية في زمن المستقبل. يبقى انا دلوقتي فعل وفعل على بعض ده سجم اف، فعل ماضي وفاعل ده سجم ان اف، فعل في زمن المستقبل وفاعل ايخ سجم اف. طيب تعالوا نشوف المثال هنا.
رخ يعرف سش الكاتب سخر النصيحة بن هذا أو هذه النصيحة أو هذا النصح بن وتن بن هذا وتن هذه وهناخدها في وقت تاني. فخلينا إيه يعرف الكاتب النصيحة، سيبنا من بن دلوقتي، عايزة أقول عرف الكاتب النصيحة، أقول إيه رخ إن سش سخر، عرف الكاتب النصيحة. طب عايزة أقول سوف يعرف الكاتب النصيحة، هقول إيخ رخ سش سخر، يبقى رخ سش إعرابها إيه؟ سجم إف، ده زمن المضارع، سخر ده أوبجكت مفعول. طيب رخ إن سش دي إعرابها سجم إن إف، وسخر هنا إعرابها إيه؟ إعرابها مفعول. طب إيخ رخ سش إعرابها إيه؟ إيخ سجم إف زمن المستقبل، سخر هيبقى إعرابها إيه؟ مفعول برضو إعرابها ما اتغيرش. تعالوا هنا كده، دي اللي احنا كنا بنقولها من شويه اهو، ايخ وبن راع اللي هو سوف يشرق راع، يبقى انا كده خدت الحالات بتاعه الجمله الفعليه مضارع وماضي ومستقبل، وهنراجع عليهم تاني المره الجايه وهندي عليهم واجبات وهنطلع من النصوص الجزء ده من المناظر. اشوفكم على خير المره الجايه وسلام عليكم. بس قبل ما امشي لازم حضراتكم تعملوا حاجة دلوقتي، أنا هوريكم سلسلة كلمات، السلسلة دي الكلمة وأفعال كتير والنطق بتاعها والمعنى، دي خم بمعنى يجهل، دي بت بمعنى سماء، جر بمعنى يصمت، سخر بمعنى نصيحة، خد بمعنى يبحر، هيرو بمعنى نهار، ها بمعنى ينزل، جرح بمعنى الليل، سجن بمعنى يسمع، ريشوت بمعنى سعادة. مطلوب من حضراتكم هتعملوا وتألفوا 10 جمل اسمية وفعلية في زمن المضارع وفي زمن المستقبل وفي زمن الماضي، وتستخدموا الأفعال دي، وابعتوا الواجب على الجروب، وأشوفكم على خير، سلام عليكم.